مساء الخير عليكم في برنامج توب 5 ومرحبا بكم معنا في عدد جديد وبرنامج جديد من سباق الاغاني اللي يجيكم عبر موجة الجزائر نيوز من الجزائر العاصمة. مرحبا اللي داخلين للجزائر العاصمة اللي راهم على الشطل بحال يستمعوا فينا في ديارهم. نقول لكم مرحبا بكم معنا في سباق الاغاني توب 5. جاتني صعيبة أغنية جميلة وحصرية عبر موجة الجزائر نيوز بصوت شاب خلاص مباشرة مهداة لكل الأحبة المتواصلين معنا وفي راديو نيوز وين ما كنتوا. مرحبا بكم معنا، معكم في الهندسة الإذاعية والإخراج المايسترو عبد الحميد، ومعكم ميكروفونيا وعلى الهواء مباشرة جلال بن طلحي. يلا كالعادة نروحوا نسمعوا شريط الأغاني ونعاودوا نوليو لكم، بقاو معنا وما تغيروش المحطة. العرض الجديد وين ماكس كنترول 1300 راح يدهشكم، استفيدوا بالعديد من المزايا، مكالمات واسماس مجانية نحو موبيليس 24 ساعة، 5 ساعات مكالمات نحو كل شبكات، 15 جيجا انترنت كل شهر، وزيد واتساب وكل فيسبوك مجاني. اختاروا الأفضل، اختاروا موبيليس. لكل اقتناء توجهوا إلى وكالة موبيليس أو نقاط البيع المعتمدة. عودنا ولينا لكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى الفن الراقي والأغنية النظيفة فقط وحصريا عبر مواجهة الجزائر نيوز من الجزائر العاصمة في برنامج سباق الأغاني. إذن هذا كان شريط الأغاني اللي متنافسين حول المراتب الثلاثة الأولى، حنشوفوا شكون يبقى معنا وشكون يغادرنا بعد حين، بعد ما نروحوا نسمعوا إياكم الأغنية الجديدة اللي حتكون معنا في السباق هذا الأسبوع بصوت الموهبة ولو بوتي برنس الشاب مامي صغير. هذا النغم نعاود نقول لكم بقوا معنا. Capello del raso, brilla come un sole intenso. Se vedo il cuore da un io, però li provi mo ha. Hey yo, se mi puni fin a te, lo chiedo don si ha. Hey yo, se vedo il cuore da un io, però li provi mo ha. Hey yo, se mi puni fin a te, lo chiedo don si ha. Hey yo, lo chiedo don si ha.
brazo, brilla como sales del sol. إذن هذه الأغنية الجديدة راح تدخل معنا هذا الأسبوع في السباق في برنامج توب 5. إلا بغيتوها تحتل معنا المراتب الأولى وتبقى معنا لمدة أسابيع، ما عليكم غير تصوتوا عليها عبر صفحة راديو نيوز، ترك تعليق أسفل الفيديو في الصفحة الرسمية، والله إرسال رسالة للصفحة بكتابة مامي صغير في الصفحة. إذن توصلوا معكم سمعنا وسماتنا في كل مكان. نروح نسمعوا الآن يا حميد الوين، نروحوا لشاب رضا صغير لا مشارك معنا في سباق كذلك لمدة أسابيع وأسابيع بأغنية بابا حني خوتي دار عليا، ونعود نقول لكم بقاو معنا وما تغيروش. شاب رضا صغير اللي بغيته يبقى معنا لمدة أسابيع ويحتل المراتب الأولى، ما عليكم غير تصوتوا عليه أسفل الفيديو في الصفحة الرسمية للإذاعة، أبتارك عنوان الأغنية والله اسم الفنان. مرحبا بكم، ما زلنا متواصلين معكم وحنستمعوا الآن الأغنية الصيفية بصوت سليم التبسي، ونعود نوليو لكم بقاو معنا. سالو
ماشي السلوى يا وربي عن معدية يا وربي شهد عليا يا وربي عن مالية يا ربي شهد عليا راني نبغيك شكون اللي حايل فيك اللي بغيتوها تحتل معانا المرتبة الأولى وتبقى معانا لمدة أسابيع؟ ما عليكم غير تصوتوا عليه في الصفحة الرسمية للإذاعة، إذاعة راديو نيوز، ترك تعليق أسفل الفيديو ولا إرسال رسالة للصفحة. مرحبا بكم، مازلنا متواصلين معكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. والآن لحقنا للحظة اللي منحبوهاش إحنا يا بعد ما نوالفوكم مستمعينا الكرام، نروحوا نشوفوا الأغنية اللي حتغادرنا هذا الأسبوع ونعاود نولي لكم قوما. عيني أنا يا قلبي يا أبوك، بعيني أنا يا قلبي يا حسوب في الزينة، شوفوا أنا سنحكي لكم ما اللي صاري، نخليكم ما يا حيرين قلبي لحنين يا قلبي، هي للأسف الأغنية اللي حتغادرنا هذا الأسبوع بصوت الشاب زهير للحيوه بالمناسبة، واللي كان مشارك في مهرجان في تونس وكان خير خلف لخير سلف، وكان ممثل الأغنية الشاوية الجزائرية الأصيلة في تونس، واللي قام بعدة حوارات مع بعض الوسائل الإعلامية التونسية واللي لقبوه بخليف عيسى الجرموني. إن شاء الله يكون خير خلف لخير سلف لخير خلف شاب زهير، تحيتنا ليك، دمت متألقا. واصل على هذا المنوال، وإحنا نشجعوا الفنانين اللي يحملوا رسالة نبيلة واللي كما نقولوا عنده ميساج يوصلوا، سواء أغنية اجتماعية ولا أغنية للأفراح ولا أغنية عاطفية. معليش إذا كما قالت زميلتي سارة في برنامجها بقالات أمس اللي نحييها بالمناسبة، الفنانين يعني صراحة رانا نشوفوا في الآونة الأخيرة باللي راهم غير عفس برك أرواح وغني. إذا أنا مش نقول لكم من خلال منبر إذاعة الجزائر نيوز يا جماعة،
ماشي اللي يجي ويقول انا فنان. هذه نقولها لكم حصريا عبر امواج اذاعه الجزائر نيوز، يعني بغيتو ولا كرهتو ماشي اللي يجي يقول انا فنان. والأغنية نظيفة مرحبا بها معنا في البرنامج، والأغنية اللي للأسف اللي تحتوي على كلام فاحش واللي تشتت شمل العائلة ما نحتاجوهاش. إذا مرحبا بكم معنا، هذا كان بين قوسين مستمعينا ومستمعاتنا، وتحياتنا للأخت والزميلة سارة صاحبة برنامج بوقالات، هي زميلة رائعة ومنضبطة في عملها. تحياتنا ليك أختي سارة، على بالي بلي راكي في الاستماع. تحيتنا ليك وتحيتنا للعائله الكريمه في بومرداس. اذا نتواصلوا معكم مستمعينا وسماعتنا الكرام بعد ما اعلنا على الاغنيه اللي حتغدى هذا الاسبوع بصوت الشاب الزهير عفوا قلبي الحنين. نروح نشوفوا الان الترتيب مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الاشهاري، ونعود لكم قوما سارة ما تخلصش عند موبيليس. العرض الجديد وين ماكس كنترول 1300 راح يدهشكم، استفيدوا بالعديد من المزايا، مكالمات واسماس مجانية نحو موبيليس 24 ساعة، 5 ساعات مكالمات نحو كل شبكات، 15 جيجا انترنت كل شهر، وزيد واتساب وكل فيسبوك مجاني. اختاروا الأفضل، اختاروا موبيليس. لكل اقتناء توجهوا إلى وكالة موبيليس أو نقاط البيع المعتمدة. المرتبة الرابعة احتلت هذا الأسبوع الأغنية النيلية بصوت الشاب يحيى بأغنية يا بوي. عليك انت سهرت ليالي جابتي صعيبة يا الحبيبة تروحي من بالي يا غالي الحب مصيبة. إذا بغيتوها تحتل المراتب الأولى ما عليكم غير تصوتوا عليها عبر صفحة الإذاعة ولا ترك تعليق أسفل الفيديو في صفحتنا عبر الفيسبوك. يا غالي الحب مصيبة نار لهيبة. المرتبة الثالثة احتلتها معنا الأغنية الشاوية بصوت صقر الأغنية الشاوية الشاب رضا الصغير أغنية بابا حني خوتي دار عليا، راهي محتلة معنا الأسبوع هذا في المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية للأسف واللي كان محتل معنا المرتبة الأولى الأسبوع الماضي تراجع هذا الأسبوع شاب سليم بأغنية تشكو لي حيفي. يا الحبيبة روحي من بالي يا غالي الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. وأكيد مستمعينا مستمعاتنا المرتبة الأولى اللي احتلها الثنائي البارع نجمة الحان والشباب سهيل العلمي وكذلك أمين شاب أمين قمري بأغنية عار الله الحباب، راهي محتلة معنا المرتبة الأولى. مبروك عليكم وتستحقوا أغنية هايلة بالبزاف وريتمية. إذا لبغيتوها تبقى معنا في المراتب الأولى مستمعينا مستمعاتنا ما عليكم غير تصوتوا عبر صفحة الإذاعة ترك تعليق أسفل الفيديو في الصفحة الرسمية لراديو نيوز. عار الله الحباب قولوا لي فين الغاب ما زال
إذا الأغاني اللي راهم مشاركين معانا هذا الأسبوع والفنانين الخمسة اللي راهم مشاركين هذا الأسبوع والتصويت ينطلق من الآن إلى غاية الأربعاء القادم. الشاب مامي صغير، أريضة صغير، يحيى النايلي، الشاب سليم، والثنائي سهيل العلمي والشاب أمين قمري. مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان انتم لكم تواصلوا معنا. بهذا القدر نكون قد وصلنا لختام برنامج توب فايف لهذا الأسبوع. تقبلوا تحيات الثنائي عبد الحميد اللي كان معكم في المراقبة والإخراج. وكنت معكم ميكروفونيا أنا على الهواء مباشرة جلال بن طلحي في برنامج سباق الأغاني. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وفي والديكم وفي ولادكم. سلام.